محكمة درجة كوبا دا عيدم كقلب كسيدة الصومالية يا مانتو تلادا وحي حكم كوريدي أفنين ويدا سنيالا كواسي أو كوا دا سنت بيك الدوين قدومي محكمة درجة كوبا دا عيدم دا قلب كسيدة الصومالية حسن علي شوتي أو كده واقعي حكم كرجل أيا شجعي دا ما رجل لغو هلاي دنبياش لغو سو إيديي وعنا وشجعي قدومي شوتي عيدي أنا كوكن عسلي حكم كنا كده عي أفرتنين إنا يفرن تهاي رعفان إنا كقاط أي كقاطان حكم كني وجد حكم المحكمة ذات تاريخ ذو مركي أهيت صدن كي بشي كو يتبناد لبكون تضبي يتبن محكمة درجة كواد عيد مدى غلب كسيدة وحي مركز الدحاد أفريستي دعوة إغابات كي لوهستي إذا سنياشا كلا كو عبد القادر أبو كر شاعر أفرتن جرأة إنا ما أنا شاعر كل شيء حمر لبو محمد عمر أكيل أفري لبا تنجرأة إنا شوبتو شاعر كل شيء حمر سدح داود محمد علي أفرتن إيتدب جرأة إنا حسنو محمد كل شيء شبيلة هوسي أفر عبد الله إبراهيم جيسي أفرتن إيسيديد جرأة إنا دهب محمود كل شيء قلقدود كواس أو حفيز كحيد ألنت عيدا مدى غلب كسيدا كسو إيديي دن بيادا كلا كان بدنا قشو أرهو بيسان أو لدكو أودها قرنكا قرن دوميس إيا حسوق داد شعب إيدي سنها كوات عبد القادر أبو كر شاعر وحاسقار أهلوغو إيديي قرحيو للابيك سداي سدح مغايد أو كتا لودادا مكة المكرمة كواس أو كلا مغايد كسو هرجي دا هوتيل وهلية سدح يطبان كي بيسي سدحاد لباكن تضبية طبان مغايد كسو هرجي دا وزارة دا إسبورتيغا شانتي بيسي أفراد لباكن تضبية طبان إيو بار إيطاليا سيداد دي بيسي سناد لباكن تضبية طبان سيدو كالي وحي عيدان كأمنيغا غعان تا كوليغين إيدي سنة عبد القادر إيو إيدي سنة هالباد محمد عمر أكيل أو وضا غاري لغسو بحيهي والحاها قرحا شان إيه طبان كي بشي شاناد لباكن تضبية طبان إيدي سنها اللباد محمد عمر أكيل وحاسي قار أهلوغو سو إيدي إن أو كتير سنية هاي كوحدة الشباب إيادو عيدا مدو أمنيقو أي قعان تكسو ديجين أساقو ودا غاريجي كو غرحي ديج مدى حمرويني غار أهان إيني إيادا تاريخ دو مركي إيه شان إيه طبان كي بشي شاناد لباكن تضبية طبان إيدي سنها سدحاد داود محمد علي وحالوغو إيدي إن أو كتير سنة هاي كوحدة الشباب ونقع بالسنة فافنت أفكار تهودا إساقو اللعاقة سينجيرا إيدي سنة ها كواد إيا اللباد مركي إي غرحي دا فوليان إيدي سنة ها أفراد وحالوغو عبد الله إبراهيم جيسي وحاسي قار أهلوغو إيدي إن أو كتير سنة كوحدة الشباب ونقع بالسنة هاي سو جدا جنتا إيا إيبنتا قاديد كا غرحي دا لغو فوليو إساقو الشباب ودجي أسو دجيي قواردي كو غرح دي مغايدها كسو هرجيدو مغايد كسو هرجيدو وزارة إسبورتيغا إيو غاريغي كوغر حي ودادا مكة المكرمة سدح دي بشي تضباد لباكن تضبية طوان دود دير كدب محكمة دو مركي دقيستي غرالك إيدي سنة عبد القادر أبو كر شاعر وكهر عدية محكمة دا إنو كتر سنة الشباب ونقع بالسنة صحمنتا إيا جينتا بابورتا غرحيدا لغسو بوحيي قوبها شعبكو وقوابها شبابكو دونيان إن أي غرحيان أساقو سهمية سدح ميل أو كلا مغايد كسو هرجي دا هوتيل وهلية مغايد كسو هرجي دا وزارة دا إسبورتيغا يبار إيطاليا أو دمان تود كوة ديالة ودادة مكة المكرمة مركي أركتي محكمة غرالك إيدي سنة داود محمد علي أو كهر بحية غرصور كهر تيسة كانهر عدية إن أو كتر سنة كوحدة الشباب ونقابل سنة فافنت أفكارتو دا مركي دقيستي محكمة مرخاتياشي الهوركيني محكمة دا مدمدن اي اوه ديسي مراك فرقو دا وحي محكمة دا كهور عديين إن إياغو كوهو القلايا حق إن غاري لغسو بوحي والحاقر حالسو قليي مغالة دا مقدشو سيداسنا اي كو بلابين إن اي دباقال كو سميان صباحني مادي شان اي طبان كي بشي سناد لباكم تضبي طبان كدبنا اي اسورق شاي قلن كي دنبي إن أي قعان تاكو ديغان إيدي سنة عبد القادر أبو كر شاعر إيو محمد عمر أكيل أو ودا سارن غاريجي لرهادين أي سيدا سنة لغو حيرا لبدا إيدي سنة كدبنا أو كو غرحي غاريجي
gaarigii lagu qabtay eedeysanayaasha degmada xamarweyne markay aragtay maxkamaddu dhaqdhaqaaqa muuqaalada ay duubeen kaamiradaha lagu ilaaliyo amniga magaalada muuqaaladaas oo uu ka dhex muuqanayo eedeysane cabduqaadir abuukar shaacir oo ka degayo gaarigii ku qarxay shantii bishii afaraad 2017 maqaayad ka soo horjeeda wasaaradda isboortiga agagaarka wasaaradda amniga markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dukumeentiyo ay ka mid yihiin cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedeysanayaasha liiska dadka shacabka ahaa ee ku geeriyooday kuna dhaawacmay saddexda qarax ee lagu soo eedeeyay eedeysanayaasha saddex warqadaha lagu caddeynayo lahaanshaha baabuurtii ku qaraxday shantii bishii afaraad 2017 iyo saddexdii bishii toddobaad 2017 wadada maka almukarama maxkamaddu markii ay dhegaysatay dooda qareenada oo ahayd in eedeysanayaasha koowaad labaad saddexaad loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeyo eedeysanaha afaraadna xorriyaddiisa loo celiyo sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile cabduqaadir abuukar shaacir uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah labo maxamed cumar akiile waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im saddex daa'uud maxamed cali maxkamaddu waxay ku xukuntay 10 sano oo xabsi ciidan ah afar cabdulaahi ibraahim geesey waxay maxkamaddu ku xukuntay 2 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan axmed yaasiin maxamuud telefishinka star magaalada muqdisho